ربي يوم القيامة هذا الصيام يتكلم هذا الصيام يقول أي ربي منعته الصيام والشهوة منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان. وما تقدموا للصائم فرحتان، فرحة عند الله يوم القيامة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. شهر رمضان شهر القرآن يا عباد الله، خصص هذا الشهر ليكثر العبد فيه من قراءة القرآن وتدبره وفهمه ودراسته والخشوع عند قراءته والعمل بأحكامه. قال الله جل وعلا: شهر رمضان. أخي الكريم، أختي الفاضلة، الله يقول عن الصيام أياما معدودات، يبدأ رمضان ثم ينتهي هنيئا لمن قضى لياليه بقراءة القرآن ومضى أيامه بختم كتاب الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خص الله هذا القرآن بأن أنزله نزولا إلى السماء الدنيا في هذا الشهر، وبالتحديد في أعظم ليلة فيه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ولهذا كان الصالحون في شهر رمضان يعكفون على قراءة القرآن وعلى الخشوع في قراءته وعلى تدبره ودراسته. هذا الشافعي رحمه الله كان يقرأ القرآن يختمه في رمضان 60 مرة. وهذا رجل يسمى سعد بن إبراهيم رحمه الله كان يختم في رمضان كل يوم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يجيء القرآن يوم القيامة هنيئا لمن عكف على قراءته وتدبره ودراسته وحفظه والعمل به. يأتي القرآن يوم القيامة فيقول يا رب، يشفع لصاحبه، يقول يا رب حلي، أي الذي كان يقرأ القرآن ويتدبره ويحفظه، يا رب حلي. فيلبس تاج الكرامة. ثم يقول القرآن، شوف القرآن ما يرضى، ما يكتفي بهذا، يقول يا ربي زده. فيلبس حلة الكرامة. ثم يقول يا ربي ارضى عنه، فيرضى الله عز وجل عنه. ثم يقال له اقرأ وارضى، ويزاد ويرفع بكل آية درجة، يرفع بكل آية درجة: لو أنزلنا هذا القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كان الصالحون كمجاهد وغيره رضي الله عنهم في رمضان، تخيلوا متى يختمون القرآن؟ بين المغرب والعشاء، وكانوا يؤخرون العشاء إلى بعد ثلث الليل يصلون العشاء، وتخيلوا من المغرب إلى العشاء كل يوم يختمون القرآن. هذا غير القيام، هذا غير قراءة القرآن في النهار. يعرفون قدر القرآن وفضله، كل حسنة، كل حرف حسنة، وكل حسنة بعشر أمثالها. وعليك الحساب يا عبد الله، القرآن، اقرأ القرآن، فإنه يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة. شهر رمضان شهر قيام الليل، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. احرص ألا تفوتك ليلة في رمضان إلا وقمتها.
بل احرصي يا أمة الله ولو في البيت أن نقوم أن نقوم الليل، وأقل القيام ركعتين ثم نصلي الشفع والوتر أو نصلي الوتر. أحرصوا على القيام مهما كانت الظروف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واحرص إذا كنت تصلي في المسجد أن تصلي حتى يختم الإمام وينصرف، فتكتب لك قيام ليلة. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. احرص يا عبد الله على القيام، على الخشوع في صلاتك، فرص هذا الشهر. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا تقل أي ليلة هي، احرص على العشر كلها، احرص على العشر كلها، فإنك ستصيب ليلة القدر ولا بد. بل احرص على كل رمضان ليأتك الأجر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان شهر التوبة، شهر المغفرة، شهر الرحمات. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي. تظن الله ينادي من؟ الله ينادي أهل المعاصي والذنوب، يقول لهم: يا عبادي. أي تودد أعظم من هذا، وهو الغفور الودود. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فرصة، فرصة يا عبد الله يا أمة الله في هذا الشهر أن نتوب من الذنوب والمعاصي. كم أذنبنا، كم أخطأنا، كم أسرفنا على أنفسنا. والله جل وعلا له في كل ليلة عتقاء من النار، كل ليلة. لنحرص أن يغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا. وللصائم دعوة لا ترد. قال بعضهم: قبيل الفطور، قبيل أذان المغرب لما يشتد الجوع والعطش. تحرص على الدعاء في كل أحوالك وكل أوقاتك، فللصائم دعوة لا يردها الله عز وجل. احرص أن تدعو لنفسك بالعفو والعافية والمغفرة والرحمات لك ولوالديك ولسائر المؤمنين. قال بعضهم: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك تطرد لا إذا حاشاك. إي والله، ورحمتي وسعت كل شيء. أولا اندم على ما مضى، تذكر ذنوبك، اعترف بها بين يدي الله، ثم استغفر ربك واندم على ما مضى، واعزم على أن لا تعود إلى الذنب مرة أخرى، وأقلع، أقلع عن جميع الذنوب والمعاصي، واعلم أن الله عز وجل يبدل السيئات حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. رمضان شهر الخيرات، شهر الجود، شهر الإحسان على الناس، شهر الكرم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان أجود ما يكون في رمضان، أكرم الناس نبينا عليه الصلاة والسلام، يعطي العالمين، يعطي البشر، حتى يخرج الرجل إلى قومه يقول: جئتكم من عندي خير الناس. محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وليس في بيته حبة تمرح، يتصدق على الناس ويطعم الفقراء، وليس في بيته طعام. إنه نبينا كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ غرف مميزة في الجنة لمن يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام
وصلى بالليل والناس نيام ويطعمون الطعام.